ورياشة قبل كبري أيام أنت وحى عيسي كل لوع عن باريين حرقة ورية جامعة دبراني وأنا أنت سد هذه كحيران حبسي كما قال هذا قرا ويا عاصمة دبتلان والبحين تورك وحى نودي ياري حمسة عبد الرشيد جامع عداني كلن كنا إيمان تسوقي ماذا رجع دياش الصحافة قبل كبري يا كوادنا عن بارين تحري قورية جامع يوسف جامع وكتر سنبه ذا صومالي تشانل ومالين تي سدحات سحري رو حران مقالة قرى وعاصمة دا دولة دا بنتلان سعافيين تكالا دوان اكاول قلا ورباهين تكالا دوان اكوتا لقوبال كباري ايا وحا يكون اسبيين بوري سيادي يو سيدو كلا برنامج يدي كلا دوانا و جامع عقبان جيري ميد هورمار و هيد بنتلان حري قورية جامع يوسف جامع دبراني ايا وحا وصلك كوها يا وريسيه كلا دوان وليه شي وسيرك وسارة داري مها قدها الصوماليا يو وسيرك وسارة دا ورفافين تبنتلان كاسي عمركي دنبيه وسارة دا ورفافين تبنتلان كسور جيستي وريسيه دا كلا دوان وقاضي يو وريه جامع دبراني اغا سماء قوده اذا عدا يتلفشن كاس بي سي محمد ديق عبدالله عبدالقادر عبدالقاني حسن لكتر او كسو عدا وكالة دا ريتر اسقيبت دا بنتلان احمد موسى علي احمد شوكر وكيل كا تلفشن كجوبالان اي قبل كباري يفادوما ياسين جامع او اه وكيل كا فيا واي اي قبل كباري ايا كولان كاكاهد لي وحينا الشيغان اني كحون يهين حاري قوارية جامع يوسف جامع دبراني يقو كوت المامي مت شرع دراء وحينا دولة دبنتولان وقباقين انسي دك دك اهلوسي دايو وارية جامع دبراني ان رنتي كولان كان واسيدا لقاها اللي وحكو سابسان يهي ان ان موجنا درين كينا ان ان كحون هاي ان حاري شرع دراء وارية جامع لقو حراي مقالة دقروه ان جامع دبراني ان وحو حراي دولة دا ومدحونا ويا دكتر عبدولي عبدولينا مركي و يميد هالكن و كهد لي وليس مشرح نمو يو قد بديهز انتي اوقو بدنايد وحاكي كساب صنايين انو يري وحر صحافد و حانكام يمير صحافد حرطهي سادر تيد عامهيم مدحويني ماشي حرطهي داد كتيميد اناد كده يطوماها اناد كده تبين نغطي نمانا قابطو انو زير لو وريستي يو قف مدن انو هادلو و عدكي سحريي هاي ان لا يراهدو محار لو وريستي يمحوو هادلي وحامودن اناد لحساب تنتو عدي هذا الشيء الدولة هذا كتر سنة يسقل دنو هذا الشيء دولة بوتلان وحنا نقعد سنين دمان ورباهين قبل كبري أنا وكوه الله يعافك هذا إن حرية دي سدب لوجو سعلية وري جامع دبراني وأنا وأرجنو إنه شق دي سجودناي تاسوا عطسي أم في ليو إن لك أجيه بدون تنلبات بالشدة وحنا وشيء جينا إن ورياش أي إن تبضن عقبات كلا كرمان حقها أي صوب بندقان اما ورئيسي كأنه مسؤول كقاعدنا هدي أسامين كويشة اما سؤاله كأت كذا أو كجواب وياه ما هوريها إنه حبسي كم تيستو ما ها إن شقدي سلو عبريو سيدا بعد ورباهنتو أي مال هذا جوته أجنت هاي حرقة عن شرع جا هاي وافق سنين حق در هذا إيه كحوجويني أي تهاي الدولة بنتلان حكومة دكتور عبد الولي محمد علي قاسح اللي كان أي إمك ذلك كبل وضي نبا وحي الى هدي ام مستقنين دلو هذلنا ايد كينا الله هيا وحان كو آر صدو او يا آده كرانا ايا دا وحي الى تاي هدي الله هلنا وافسلح كودك هدي الله ام سنة هير كا چوكچوغ دلقا دي ما يبيري دا ورباهين تو مركز تب وحي صوبان ديكتا حوكتا اي بلشادو او باهان تهي وي صوبان ديكي جرتي وي صوبان ديكي ايسا وينا صوبان ديكي دون تها چامع وحا لغو حري وحكا لما هم بلشادو وحان او شيغينا چامع عرنتا لغو حري وارنتي وسيرك ورفافينتا اي وسير اودوا اي دولد فدرال كتر سنة سراء ايو فاقدي بلشادة اوباهند ايو صوبان ديگي دمان تيادنا ويغا نوغو انتهاي ان آنو ارمها نو عاسو كلا اي بلشادة لدوني ان ده لغا سارو ان آنو صوبان ديگنا وحان نقولن كان يسوغن نمي ان آنو قوان باري انو حاريقا وريه جامع يوسف جامع دبراني او كتر سن تلفزيون كسومالي جنال ان سيدا نوغن هاي حالادو عدير عالم تاري صور دافتي اول وسير كانو ايديني هادا مدحوينيه با صوغ لي een madaxweynaha waxaanu ka filaynaa in asaga codsi u gudbino madax meel ka sareeso la tahay taay ma jirto asagii waa hadda ma taqaana warqad soo saari sida nalo sheegay mudane madaxweynaha arintaasii waanu ka xunahay waanu cambaareynaynaa waxaanu ka codsanaynaa anagoo saxafiyintii Puntland ah saxafiyintii Soomaaliyeed ah in aad si degdeg ah uga laabato arintaasii waa codsi aanu ku soo gudbineyno Ahmed Maxamed Maxamuud Ahmed Sham oo ku hadlay ururka saxafiyinta Soomaaliyeed ee Nusaj ahna wakiilka telefishinka Hong Cable ee Puntland ayaa waxa uu sheegay inuu ka xun yahay xariga wariye jaamac Yusuf jaamac Dabraani waxana uu sheegay ka urur ahaan ee Nusaj inay ka xun yihiin dhamaantood xariga loo geystay wariye jaamac Dabraani
aniga oo ku hadlaya magaca ururka saxafiinta Soomaaliyeed ee NUSEC intii aad baan u cambaareynaynaa ee xariga xaq darrada ee lagu hayo jaamacadda Barani hadii arrinku tahay wax jiraan umada u sheegaya oo mas'uuliyiinta ee wareysiga laga qaadayo ee wax go'aan hadalkooda ka soo baxay qof lagu xiraya hada qofkii markaa afkiisa ka soo baxay ayay hadayba khalad tahayba ay tahayba in wax laga weydiiyo ama la xiro laakiin hadii loo gartay saxafadu inaan hubaysanayn haddii waxa hubaysanahay oo kuwan ayaa waxay yihiin hubkayaga qaybaha kala duwan ee wariyasha ka howlgala magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari oo iyagana kulanka ka hadlay ayaa dhamaantood waxay wada qireen inay ka wada xun yihiin xariga wariya jaamaca Yuusuf jaamacadda Barani oo ay ku tilmaameen mid sharci darro ah wariya jaamacadda Barani waxa uu ka mid ahaa wariyasha ugu firfircoon ee Puntland waxaan codsanaynaa madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo waliba wasiir Socade in si shuruud la'aan ay wariyahaasi ku sii daayaan waxaan kala hal ka sheegaynaa sida hore loo sheegay oo wariyashiga waaweyn ay u sheegeen madaxweynaha Puntland xilligii ololihii doorashada wuuna la ballamay ballantina waa ka baxay ballantaas waxa ahayd in wariyasha ay xor yihiin ay markaasi ay u shaqeyn karaan bulshada laakiin hadda waxaa timi inaanan la wareysan karin ba dowladda Puntland hadii ay hadlaana ay noqonayso in loo xiro waxa wax laga xumaadaa in wariye bulshada soo shaqeynaya in la handado oo cagajugleyn iyo xarig iyo waliba hanjabaad la isugu daro jaamacadda Barani anagu waxaan u aragnaa in bulshadiisa u adeegayay wax xaqana uu ku socday waajibaadkiisa uu gudanayay soo cadow wariyinimada waxay tahay lagu sheegmay wariyada waa soo ahayd saxaafadduna waa taqaanaa saxaafaddu xeer bay leedahay maamul bay leedahay kala dambeyna way leedahay horey waad u soo shaqeysay wariye waa soo ahayd ma ahan inaad jaamacadda Barani aad u xirtid maxaad wareysi iga qaaday iyo maxaad oday waa wareysi uga qaaday aniga ku hadlaya magaca saxafiyiinta gobolka Bari waxaan cambaareynaynaa dhammaan saxafiyiinta gobolka Bari haddaan nahay xariga loo geystay wariye jaamacadda Barani waxaan aad uga xunnahay oo aad ula qiiraysanahay wariyaha lagu dhaadan karo ama tusaale laga dhigan karo inay dawladdu ay xirto isla markaasna ay xabsiga dhigto mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan cambaareynaynaa xariga loo geystay jaamacadda Barani madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa xilliga u tartamayay loolanka siyaasadda Puntland ayaa waxa uu sheegay inuu ka yimaaday waddan ay saxaafadda ka tahay xor oona uu sheegay in Puntland ay saxaafadda ka noqonayso xor balse ballanqaadkii Cabdiweli Maxamed Cali Gaas madaxweynaha Puntland uu ballanqaaday saxaafadda ayaa waxay noqotay mid aan weli meeshii loogu talagalay aan taagneyn Xamse Cabdirashiid SBC Boosaaso